كابتن جمال غندور، لو احنا حبينا نتكلم عليه عايزين سنين، مش عايزين حلقه واحده نتكلم عليه فيها. الحقيقه ان انا بطلق على كابتن جمال غندور لقب عبد الحليم حافظ التحكيم او عندليب التحكيم، لان قليل جدا لما بتلاقي حكم نجم. الكابتن جمال غندور صنع للتحكيم نجوميه. الحقيقه ان جمال غندور كان على المستوى التحكيمي، كان حضراتكم طبعا التاريخ بيتكلم عن نفسه والتاريخ بيعبر عن نفسه. كابتن جمال غندور لعب بطولتين عالم حدث ولا حرج، اول حكم غير اوروبي يلعب بطوله كاس الامم الاوروبيه او تصفيات الامم الاوروبيه المؤهله لكاس العالم، لعب في امريكا تقريبا الجنوبيه، يعني تاريخ كبير جدا ما اقدرش اتكلم عليه الحقيقه. يعني جمال غندور حاجه، يعني لو فضلنا نتكلم عليه سنين اعتقد ان احنا مش هنلحق نشوف او هنلحق نواصل تاريخه الكبير اللي هو عمله في التحكيم، سواء في التحكيم او في لجنه الحكام. الحقيقه صحيح الكابتن جمال غندور من يعني عشره عمر كبيره جدا، هو استاذنا، احنا مش هنكبره طبعا، هو مش هنقول والدنا، لا هو اخونا الكبير واستاذنا كلنا، مجموعه كبيره، كنت انا وسمير عثمان وفهيم عمر وايمن دجيش، وكان الكابتن جمال ومجموعه كبيره، الكابتن كامل محمد كامل، كابتن شريف رشوان، كان الكابتن جمال غندور متولينا وبنتمرن في احد الانديه اللي هي غير تابعه للاتحاد، بنتمرن بيعمل لنا بيدينا خبراته والحاجات دي كلها. في احد المباريات الطريفه كان الكابتن فهيم عمر كان هو حكم المباراه، وكان الكابتن جمال غندور كان رايح مشرف على المباراه او زي مراقب المباراه. وكابتن فهيم يعني الحقيقه حكم من الحكام المحترمين، بس كان المباراه كان فيها يعني ايه، حصل فيها بعض الامور كده، فهو الراجل عايز يلغي او ما يلغيش، فالكابتن جمال قاعد مستخبي في وسط الجماهير الحقيقه، فالكابتن فهيم بيدور على كابتن جمال عشان ياخد منه القرار، كابتن جمال عمال يقول له امشي امشي ما تجليش امشي ما تجليش. فدي كانت من الحاجات الطريفه اللي حكاها لي بنفسه الكابتن جمال غندور الحقيقه. لكن جمال غندور خلينا نتكلم بشكل عام، قيمه كبيره جدا، التاريخ لن يعوضها ان شاء الله. لا خلينا نقول ان احنا يمكن التحكيم المصري من افضل مواسمه السنه دي والموسم اللي فات الحقيقه، لان خلينا نقول ان احنا لو قسنا الاخطاء هنبص تلاقي الاخطاء لا تعد 5% او 10% من قيمه الاخطاء الموجوده. عندنا فار بيساعد بشكل كبير جدا، بيساعد بشكل كبير جدا، لكن خلينا نتفق على ان حكامنا الحمد لله عاملين موسم كويس جدا. لجنه الحكام برئاسه الكابتن وجيه احمد الحقيقه، ولجنه الحكام بتتلقى كل الدعم المهندس احمد مجاهد الحقيقه، الرئيس الاتحاد الحالي الحقيقه راجل لا يبخل باي شيء عن التحكيم، سواء ماديا معنويا نفسيا الحقيقه واقف في ظهرهم. فاعتقد ان الموسم السنه دي ماشي بشكل كويس جدا، ما عدا الاخطاء البسيطه الغير متعمده طبعا والغير مقصوده، وارد جدا في اي مباراه. حضرتك بتشوفتي الاولمبيات وشفتي كاس الامم الاوروبيه كان فيها كوارث تحكيميه، احنا الحمد لله ما عندناش الكلام ده كله، ماشيين بشكل كويس ان شاء الله. بنطالب بالمساعده بالمسانده الاعلاميه من جميع الفرق. النهارده في اخطاء لصالح النادي الاهلي، ممكن غير مقصوده طبعا، الماتش اللي بعديه اخطاء ضد النادي الاهلي غير مقصوده او نادي الزمالك او جميع الانديه، ده شيء طبيعي وموجود في التحكيم وموجود في الكوره يعني. لكن بشكل عام الحمد لله احنا عاملين موسم كويس جدا، واعتقد لجنه الحكام زي ما اشرت كابتن وجيه احمد عامل موسم اكثر من رائع ومتحمل ضغوط كبيره جدا، وربنا يوفقهم ان شاء الله. كابتن جمال هتقول ايه للكابتن توفيق؟ توفيق حكم ما خدش حقه برضه يا كابتن مصطفى الحقيقه، لانه كان لازم يتداول. لا لا لا، انا ما قلت على اثنين. ايوه طبعا، كابتن حسين فهمي وتوفيق سيد. توفيق سيد كان لازم يبقى بيعلق الشاره الدوليه، كان لازم. كان في مجاملات استبعاد؟ مش مجاملات، لا، انا جيت سنه 2005 بقيت مسؤول عن التحكيم. توفيق السيد كان شايل الدوري بس كان خلاص عدى السن، ما فيش حاجه في ايديك تعملها، ما فيش هدف. لكن الثلاث سنين الثلاث مواسم دول كان هو من واحد من نجوم التحكيم فيهم، اكتر من الحكام الدوليين يعني، هو كان بيحكم اكتر من الحكام الدوليين. ماتشات الصعبه كنت اديها لتوفيق السيد. انت شايف